أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج إماراتي. كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات، قصة نجاح نشأت في الدولة. سيد ثاني، يسعد مساك. بداية احنا تشرفنا بزيارتنا لكم في إمارة دبي. أسرة فريقنا بتحكي لكم أهلا وسهلا فيكم وضيوف عزيزين علينا. وإحنا والسادة المشاهدين حابين نتعرف بشخصك الكريم، من هو السيد ثاني؟ أمتى انطلق الحياة العملية لأول مرة؟ وشو عم بعمل في الوقت الحالي؟ ثاني عبد الله الشراوي، درست في جامعة بوسطن في أمريكا، وسنة 97 أنا تخرجت وبدأت في مع المجموعة في الشركة العائلية، وكنت أدير مشاريع الشراوي اللي نحن وكلاء الشاحنات وباصات سكانيا والمعدات الثقيلة ككيس و دايناباك كومانيتو ومناولة البضائع شتل. شراوي جروب، نحكي تاريخا امتى انطلقت هالشركة اللي هي الوالد اللي اسسها، صحيح؟ نعم، الوالد عبد الله الشراوي اسس الشركة تقريبا نهاية الستينات. نعم. وبعد الاتحاد والنهضة العمرانية قرر انه يتفرع الى مجالات مختلفة مثل مطبعة الإمارات ومثل المستودع اللوجستي وفي مجال الإلكترونيات وفي مجالات مختلفة مثل الحديد. أكبر ورشة مكيف، ممكن تشرح لنا أكثر؟ أولاً هاي الورشة الوحيدة للشاحنات في العالم المكيفة. إسعاد الموظفين من أهم النقاط أو من أسرار بنجاح أي شركة. فنحن حطينا مكيفات، ومثل ما يمكن تلاحظ البيبان مسكرة وفي الصيف، فنحن مهيئين البيئة للموظفين. وبعد نحن استخدمنا السولار حق تفكيك الطاقة الشمسية على أساس أن حق الكهرباء حق التكييف، مو بس التوفير، حق نعم الحفاظ على البيئة والاستخدام الطاقة الشمسية في تكييف الورشة. فالحمد لله الموظفين في شهر 6 7 8 و9 يشتغلون بكل الطاقة. نحكي عن السيد الثاني قبل حياته الدراسية، نحكي عن حياة الطفولة، خلينا نقول اللي كانت موجودة في مع الوالد. كنا نيجي على الشركة وكنا نحاول إنه نعرف بعض التفاصيل رغم صغر عمرنا، صحيح؟ نعم، الوالد كان يحث، وأنا عمري 14 سنة 15 16، أن أي المكتب وتعلم المحاسبة. فخلاني تحت محاسبين كثار أن أفهم المحاسبة وطريقة المحاسبة. فالحمد لله، هذا يعني كرم من الله وتعليم من الوالد،
أن أنا جيت أن أنا وأنا عمري 14 و15 سنة اتعلمت. سيد الكريم، حبنا للفيزياء ما تخلينا عنه رغم أنه دراستنا لإدارة الأعمال، صحيح؟ نعم. جينا هون ما كان معنا حتى وقت أنه نغير نومتنا يومين. نعم. ونزلنا للعمل ثاني يوم، وهذا الشيء كان صعب عليك في البداية. طبعا منصب إداري، بالرغم من المنصب الإداري ما منعك أنك تتعلم من الموظفين اللي موجودين هون. نعم. نحكي عن هاي النقطة. أنا أول ما جيت طبعا كمعظم الشركات العائلية الجيل الثاني يبتدي من الإدارة، وأنا هذا ما عجبني أو ما اقتنعت فيه. ففي مشاريع الشراوي قررت قررت أن أركز على الورشة، لأن مثل ما تشتري سيارة أول شيء تفكر في ما بعد الخدمة أكثر من نوع السيارة. حالياً تقريباً التكنولوجيا في كل السيارات قريبة من بعض، فاللي يميز سيارة عن ثانية اللي هي خدمة ما بعد البيع. فلهذا أنا صرت الورشة، بغيت أتعلم، وحب للفيزياء خلى التعليم أسرع أو أسهل. فالحمد لله أنا تعلمت، والحمد لله أن قدرنا نطور خدمة ما بعد البيع. وهذا مش سر، هذا أصلا المفروض كل وكيل للسيارات للشاحنات أو أي وكالة ثانية أن يفكرون أو يركزون على خدمة ما بعد البيع. نقطة كتير عجبتني في السيد ثاني لما حكى لي للأسف أنا كنت مدير من البداية. نعم. وهاي كلمة للأسف حس أنت شرحت لي إياها. نعم. بس كمان بنفس الوقت بدي أحكي عن نقطة كتير مهمة حكيت عنها، هي فرق ما بين مفهوم إنك تفهم والاستيعاب، اللي هذا مطبق في الفيزياء خلينا نقول كمان. نعم. اللي هو الاستيعاب. نعم. كيف نقلته إلى حياة الأتشار أو إلى الموظفين خلينا نقول؟ أولا إذا واحد فهم أي موضوع غير عن لو استوعب، لأن لو أنت استوعبت بتقدر أن تحدث. صح. من الشركة الفهم بتقدر تسوي اللي الموظفين الثانيين يسوي، بتفهم ليش يسوي. أما لو استوعبت مثل خلنا ناخذ أي معادلة في الرياضيات أو بالفيزياء، إذا فهمت بتحل المعادلة. أما إذا استوعبت مو بس أنت بتحله، لو جاك سؤال ثاني فيها تقريبا شيء مختلف على شيء مختلف، إذا ما استوعبت ما بتقدر أن تحله. زين، فهذا الفرق بين الفهم والاستيعاب. ففي الشركة أنا قريت مقالة عن رئيس مجلس إدارة تويوتا. نعم. يوم ما سألوه شو سر نجاحك، قال بشكل بسيط جدا وأنا بخبركم، لأن هذا يعني ما أحسب أن السر أو ما أشوف أن السر، أنك ترضي العملاء وتسمع لهم، وترضي الموظفين وتسمع لهم. فإذا سمعت للعملاء واستوعبت هم شو يبغون، فتقدر أن ترضيهم. والموظفين إذا ركزت على التدريب وركزت على سعادتهم الاستيعاب بيكون سهل. صحيح. وإذا تسمع لهم الموظفين بيكونون عندك مدة طويلة جدا. ومن أهم أو من يعني كمان مش سر، من أسباب نجاح أي شركة أن الموظفين يكونون سعيدين، وأن يكونون عندك مدة طويلة، وأن لو عندهم استيعاب أهم شيء عندهم بيكون أن يطورون وأن يواكبون العصر، ومنها إرضاء العملاء بيكون شيء بسيط. صحيح.
بشكل عام لما بدنا نحكي عن حياتنا في التجارية، خلينا نقول المنافسة اللي موجودة حوالينا، نعم. الشراوي كجروب موجود والإمارات عم تكبر، نعم. والمنافسين عم بيزيدوا طبعاً بشكل كتير يعني ملحوظ طبعاً. فأكيد بدنا إحنا نحافظ على مستوانا زي ما حكانا سمو الشيخ محمد طبعاً. الوصول إلى القمة صعب بس الأصعب نحافظ على المستوى تبعنا طبعاً. كيف ظلتكم محافظين على اسمكم في السوق وما رجعتوا إلى الخلف؟ من أهم شيء سمعة الشركة، نعم. وسمعة الشركة تتطبق إذا العملاء سعيدين معك. فحتى لو واجهت أنت مشاكل ووقفت مع العميل، العميل ما بينسى. نفس الشيء صار في كورونا، نعم. وقفنا مع العميل مع صعوبة السوق، فما نسوا لنا وحافظنا على السمعة، والموظفين نفس الشيء. فالحين دائما بيكون عندك المنافسين جدد، دائما من مسلمات السوق صحيح. لكن لو عندك سمعة ممتازة العميل بيكون مطمئن، واهم شيء مع العميل الاطمئنان صح. مثل ما انا شرحت لك انا من شوية، سيارة تشتري سيارة متى او كيف تختار اي نوع، يوم انت مطمن من خدمة ما بعد البيع صح. اذا انت مطمن انت بتشتري من غير تفكير حتى كمان. فلهذا نحن ركزنا في كل صناعة اللي نحن فيها كيف نرضي العملاء. قوة الترابط اللي موجودة هون لاحظناها بوجودك، وجود المدراء، حتى بطريقة المزح مع الموظفين لقيناها انه عائلة موجودين انتم مع بعض. هاي الروح كيف تخلقها ما بينك وما بين التيم؟ خلينا من اسعاد الموظفين ان ما يكون الاحساس بينهم وبين المدراء احساس عملي فقط. اهم شيء ان الموظف يرتاح ان يعطيك نقد بناء او يشرح لك مشكله. فلهذا ركزنا في المجموعه ان العلاقه بيننا وبين الموظفين يكون في دعابة على أساس هو يرتاح، وإذا ارتاح بيتطور، إذا ارتاح بيتمعك. من 6 سنوات جينا أو قسم الحديد إحنا اللي كنا فيه صحيح؟ نعم. شو عملت إضافة على هذا القسم؟ والله الإضافة اللي سويتها واللي أهم شيء كان اللي أهم شيء عندي اللي بعد تعلمته من مشاريع الشراوي وطبقته اللي هو الإفشنسي. أهم شيء في أي مصنع الإفشنسي، لو في نفس المدة تقدر تصنع بضاعات أكثر، فمن غير أنك تستثمر مبيعاتك أنت بتزيد صح. فكيف تزيد؟ نقطة بسيطة، التدريب ثم التدريب ثم التدريب. إذا الموظف أو العامل اللي في المصنع يعرف شو يسوي، والتكرار يعلم الشطار صح. زين، فإذا هو تعلم بيصنعه أسرع من غير الريورك. بشكل عام على الصعيد الشخصي سيد ثاني، قديش بياخذ منك العمل يوميا ساعات من حياتك؟ هذا لازم تسأل العائلة. والله تقريبا بين، أكون واقعي معاك، بين 6 ساعات إلى 10 ساعات يوميا. بعض الأيام أسهل وبعض الأيام أصعب، ولأن عندنا بعض العملاء أو الموردين في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا، فمرات يعطونك مواعيد صعبة صعبة. يعني إذا بيكون عندنا اجتماع مع عميل أو مورد في الولايات المتحدة، الاجتماع مستحيل يكون قبل أذان المغرب.
وإذا مع آسيا قبل صلاة الفجر، فالحمد لله هم خليني أن أصلي كل صلاة على وقتها. إمتى في وقت لعائلتنا أو للأسرة خلينا نحكي؟ والله أنا عندي نهاية الأسبوع للعائلة أهم شيء عندي، العيال يكبرون بسرعة زين، وبيروحون الجامعة، أنا عندي ابن في الجامعة يوم ما بيتخرج بيشتغل بيتزوج ما بشوفه صح زين، ونفس الشيء بنتي وابو وابني الصغير، فأحاول أن بقدر الإمكان أن أجلس وياهم، مرات أجيبهم من شركة مثل ما الوالد سوى، أطبقه فيهم، فنهاية الأسبوع للعائلة. الحين أصدقائي يشتكون زين، فطبعا ما أقدر أشوف الكل. سيد عبد الله والد حضرتك شو زرع فيك أول ما انطلقت لحياتك العملية؟ إيش أول شيء أو أول بذرة زرعها في حضرتك؟ أولا حب النشاط هو اللي علمني حب النشاط، والشيء الثاني أن أتعلم من الخطأ. مثل ما أنا خبرتك أن أنا جيت من الجامعة يوم الخميس، السبت أنا داومت، أياميها إجازة الأسبوع جمعة، كانت يوم أو كان يوم واحد اللي هو يوم الجمعة. قال لي أول 3 سنين إذا ربحت أو إذا ما غلط أنت محظوظ، أنا ما بفرح، وإذا غلط وتعلمت من الخطأ بعدين أنا سويت شغلي كأب، لأن كنا بنغلط وبتغلط، فأهم شيء أنك تتعلم من الخطأ. فأول 3 سنين أنت جالس بتتعلم، وأنا أذكر هالشيء بعد شهر من يوم ما جيت سكرت أنا صفقة، فكنت سعيد فرحت له زين، فقلت له قل لي مبروك، قال لي بقول لك مبروك كأب، ولكن في احتمال انك انت محظوظ، وفي احتمال ان المدراء بما عندهم خبرة اكثر هم كانوا سبب النجاح، فتعلم منهم، واذا كنت خسرت واذا خسرت الصفقة او كنت او ما قدرت تخلص الصفقة وتعلمت كيف بكون أسعد. فهل علمني الوالد بعد كورونا أستاذ الكريم البزنس بشكل عام اتلخبط، خلينا نحكي شوي ما عرفنا لوين ماشي السوق فينا، الناس خافت، مستثمرين كتير ما ضخوا في الأسواق، وكان برضو بنفس الوقت التكنولوجيا عم بتفوت علينا بشكل كتير كبير. نعم. شو عملنا بعد كورونا؟ والله نفس الشيء، نسمع للعملاء ونسمع للموظفين، العملاء متطلباتهم تغيرت. نعم. فلازم نستوفي المتطلبات، الموظفين لأنه كانوا جاهزين استوفوا وتعلموا المتطلبات الجديدة، فلهذا طبعا تأثرنا ويعني أنا مو سوبرمان، يا ريت كنت أنا سوبرمان زين، فتأثرنا، لكن سمعتنا والموظفين قللوا من المشاكل. وطبعا لازم أشكر القادة وشيوخنا اللي طمنونا في السوق، اللي استثمروا في البلد. هذا الوقت اللي القادة ركزوا علينا كمستثمرين مواطنين أو وافدين. الإمارات من أولى الدول اللي تعافت من كورونا، وكانت أكيد استراتيجية الإمارات هي 100% أنجح استراتيجية ما بين الدول العالم كلياتها. بعد كورونا إكسبو إجا، وكان برضو زي ما كان متوقع سمو الشيخ، حقق أرقام قياسية برضو عالية،
وهلا عم نحضر لكوب 28 والناس عم تجينا كثير من نعم. خارج الدوله نعم. هذول الناس اللي جايين هون كمستثمرين او باحثين عن العمل بحاجه لنصيحه من ذوي الخبره مثلكم، شو بتنصحهم قبل قدومهم لدوله الامارات؟ هذا سؤال صعب، لان عندنا مجالات مختلفه، والحين الامارات اليوم غير عن الامارات من 10 سنين وغير الامارات من 20 سنه. صح. فانصح كرجل أعمال في الاقتصاد أن المستثمرين يشوفون شو اللي ناقصنا في الاقتصاد، لأن لو جو ويسوون اللي نحن نسويه بيكون منافسة جديد وحرب أسعار، لا نحن نستفيد ولا هم يستفيدوا. صحيح. يشوفون شو ناقصنا في البلد. يعني حتى من قبل كورونا أو من قبل الإكسبو شفنا شركات مثل كريم وطلبات اللي شافوا في نقص في السوق في مجال معين استثمروا فيه، والحمد لله نجحوا. صحيح. الحمد لله. وفي شركات ثانية اللي نجحوا وغيروا من مفهوم الاقتصاد أكيد والمفهوم في مثل طلبات غيروا تركيز المطاعم على شو، وفي كورونا كان من أنجح عوامل العوامل. صح. يعني مثل ما يقول المصائب قوم عند قوم تفوائدهم استفادوا وكبروا غير بطلبات. وكمان كريم لو تشوف أوبر ليش اشتراه أو ليش اشتروهم؟ شركة ناجحة، شافوا في نقص في السوق، نقص في السوق، وواحد يقدر يطلب تاكسي من بالآب. طيب. زين، فواكبوا التكنولوجيا وسووا وبدوا شيء نحن ناقصنا. فنصيحتي للمستثمرين أن يشوفون شو نحن ناقصنا في البلد. وعلى الصعيد الشخصي لوين خطوتك القادمة أو شو بنفكر للمستقبل؟ والله هذا سر ما أقدر أخبرك. لا أمزح 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 معك. مثل ما أنا نصحت للمستثمرين هذا النصيحة لي، هذا النصيحة لي. فأنا مع الموظفين خلنا نقول نحن استغفر الله من كلمتنا نشوف شو اللي ناقص السوق ونواكب الاقتصاد أو نواكب التكنولوجيا في مجالاتنا. فلهذا خلنا نقول في مصنع الحديد نشوف هل في ماكينة جديدة بتساعدنا على الإفشنسي، هل نقدر ندخل في مجال ثاني. نفس الشيء في مشاريع الواحة وفي الإيجار، يعني حتى في الإيجار دخلنا في الديناميك كومباكشن، هذا كان في نقص في السوق، كان في نقص، وكان في نفس الوقت اللي نخلة الجميرة احتاجوا ديناميك الديناميك كومباكشن. فكل الكرينات للديناميك كومباكشن كانت من كان المقاولين يستأجرون من خارج الدولة. فبدينا شركة اللي تأجر من داخل الدولة. فالحمد لله كان إذا يبغون ألو عنكم كرين، فكنا نعطيهم الكرين بدل ما يطلبونه من دولة ثانية. فالسر نشوف أفكار ثانية، ولازم دائما أن نطور، مو بس يعني أنت في مجال لازم نشوف كيف المجال يتطور وتدخل في مجالات ثانية، لأن المجالات الثانية تتطور. الشراوي كإدارة برضو كمان تفرع على كثير من الأفرع، دخلت القطاع الدراسي كمان أو القطاع نعم. التعليمي صحيح؟ نعم نعم، من 5 سنين دخلنا القطاع الدراسي، نوع من أنواع التفرع. فالحمد لله فتحنا أو بدينا مدرسة، والسنة هاي بدينا تفرع ثاني،
والحمد لله تركيز القادة وتركيز الدولة على التعليم ومع الازدهار اللي ساير في السوق وعدد سكان الإمارات زادت، فطبعا التعليم يكون في طلب. طبعا أكيد النجاح دائما سبب رب العالمين في البداية والنهاية. بعد رب العالمين أكيد الوالد والوالدة كانوا أساسيين في تأسيس حياتنا، والأهم اللي بدنا نحكي فيه كمان بعد رب العالمين وبعد الوالد والوالدة نحكي عن الدولة اللي وفرت لنا شيء للأسف فقدناه في أوطان عربية كتير، هو الأمن والأمان اللي موجود هون، اللي تأسس من عهد الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمه. أسسوا هالدولة وكانوا على قدر المسؤولية أبنائهم اللي قدروا بصوا على الرقم واحد على مستوى العالم. الإمارات والعاملين عليها شو بنحكي لهم تحت اسم الشيراوي جروب؟ القادة ينصحونا، والقادة عندهم بعد نظر للي بيصير في الاقتصاد القريبة والمتوسط أو حتى البعيد. اسمع النصيحة، مثل ما نحن صغار الوالد يقول لنا أنا بنصحك اسمع. فبنفس الطريقة القادة هيئوا لنا البيئة، هيئوا لنا البيئة الاقتصادية، بيئة الأمان، بيئة الأمان. فنحن علينا أن نسمع النصيحة وأن نستثمر ونواكب الازدهار ونستثمر في هذه البيئة. نحن محظوظين في الإمارات كمواطن وكوافد. الزوار اللي يزورون دبي أو الإمارات بشكل عام يتمنون أن يسكنون في الإمارات كأمان، مع أن جونا ما يساعد. ما شاء الله جو الصيف جو ممتع ما شاء الله. فمع هذا يتمنون أن يحصلون بوظيفة. كان عندي صديق سويسري كنت أدرس معاه في الجامعة، بعد كورونا كلمني قال لي قل لي مبروك. مبروك الشركة اللي أنا فيها فتحوا فرع في دبي، فأنا جاي الفرع. يعني شوف الفرح، وهو جاي من سويسرا زين، فشوف الفرح. فهذه البيئة للقادة اللي عطونا، ولازم نحن نقدر وأن نتمنى لهم النجاح، لأنهم يخافون علينا. يخافون علينا. فهذه البيئة نحن محظوظين فيه، وإحنا كمان محظوظين للوقت اللي أخذناه من حضرتك، وشكرا كتير لوجودك معنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيزنا. الله يخليك. في كل إمارة تروح تسلد كعقل وروح، بر ومدن وجبال حاجة ترد الروح، دار سواحلها فلت جدايلها، حتى القمر يا ناس بالشعر غازلها، هي قبلة الأحباب وتفخر بها الألقاب، دفوتها لها غير وترحبهم ترحاب.